روى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللحظات الأخيرة للجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتله الجيش الأمريكي بضربة نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد في 3 من كانون 2 يناير وهزت العالم بحسب قول ترامب. وقال ترامب عن سليماني إنه كان يسود اعتقاد أنه لا يهزم، مضيفا أنه قبل الضربة التي استهدفته كان يقول أمورا سيئة عن بلاده، وكان يقول بأنه سيهاجم أمريكا ويقتل مواطنيها. فقال ترامب لنفسه كم عليه من الوقت أن يستمع إلى هذا الهراء ثم أمر بقتله.